في المشهدية. في المشهد الساخن دعوات عربية ودولية إلى وقف اشتباك العسكر في السودان، أي حسابات تحكم المواقف الإقليمية؟ في المشهد السياسي تدهور كبير في صحة الأسيرين خضر عدنان ووليد أبو دقة، أين أصبحت جهود الإفراج عنهما؟ في المشهد أونلاين رحالة الإنترنت من هواية إلى مهنة وسوق عالمية، كيف يجذب الرحالة الدول للتعاون معهم؟ في المشهد الصحي الغذائي ليس للهدايا فقط بل للعلاج والصحة أيضا، يا ورد مين يشتريك؟ المشهدية تأتيكم يوميا الساعة 7 مساء بتوقيت القدس الشريف.